أعلن أحد الكوادر لحركة الماك العباسي أكسل أنه فرحات مهني رئيس الحركة موجود تحت النظر عند الشرطة الفرنسية في دائرة 17 17 أرونديسمون. استدعاء فرحات مني من طرف الشرطة تم دائما حسب أغسل بلاباسي تم عن طريق الهاتف تليفون له قالوا دي راح عنده شيء عادي انه يمشي عيطلوا الشرطة يمشي. مرافقوا أغسل بلاباسي ولكن ما خلاوش يدخل ادخل غير فرحات. لأي سبب وعلاش راهو اليوم تستدعيه الشرطة وتوضعه تحت النظر؟ لكن حتى سبب ما كان حتى شيء اللي يخلي فرحات مني يكون متابع ما تعرفش الشرطة الفرنسية. كل ما يمكن قوله وحسب أكسل بلاباسيين كل الملاحظين أنه هذا التوقيف جاء نهار بعد نشر وبث شريط في كازيرنا تي في وين يتهم الماك بالإرهاب. وما نظنش أن الفرنسيين يصدقوا هذه الخرافة هذه ويعملوا بما تقول العصابة الحاكمة في الجزائر.